طب دلوقتي في حاجه، لما انا هاجي مثلا عايز اظبط الكلمه دي تكون في نص المربع ده بالظبط، ممكن لو لاحظت ان انت بالماوس بتلاقي الماوس بيتحرك حركات سريعه كده زي كانه بينط في اماكن معينه، فمش بعرف اظبط ده بدقه. طب هل في طريقه تاني اظبط بيها الموضوع ده؟ في طريقه احسن، ان انت مجرد ما تعلم مثلا على الكلمه كده اهو، ممكن باستخدام الاسهم اللي موجوده في الكيبورد، بص تقدر تحركها سنه سنه، يعني تقدر تقول عليها بيكسل باي بيكسل كده بتحركها عشان تقدر تظبط المكان زي ما انت عايز، ما يبقاش جاي يمين شويه او شمال شويه، تظبطها زي ما انت شايفها مناسبه كده. تقريبا الكلمه مناسبه كده، عملنا المتجر وكده عملنا الكلمه. طيب انا دلوقتي لو جيت عايز اعدل اي حاجه في المتجر ده، مثلا اوديه ناحيه كلمه زابوس، بص ايه اللي حصل هنا، المتجر مشي لوحده وساب اسمه، ده ينفع؟ فاكيد ده مش مناسب. طيب عايزين بقى نظبط ده، لان مش كل ما هاجي مثلا احرك المتجر هلاقيه ساب اسم المتجر كده لوحده، وهاجي كل مره ابدا ان انا اعدل فيه والاماكن بتاعته. طب دي حلها ايه؟ حلها بسيط جدا، مجرد بس ان انت تتعلم على كلمه شوز، وهتبدا ان انت في الكيبورد تضغط على زرار كنترول، هتفضل دايس عليه مش هتسيبه، كنترول، وهتبدا بعد كده ان انت تدوس على حاجه تانية اللي هو مثلا المتجر. انا عشان اعلم على الاثنين دول كده انا دايس كنترول، طبعا عايز اربط الاثنين دول ببعض بحيث ان انا لو حركت المتجر الاسم بتاعه يتحرك معاه. طب انا لو عايز اضيف الشخصيات دي، لو حركت المتجر يتحركوا برضه اهو، ادوس اعلم عليهم، بس طبعا انا مش عايز، فهبدا ان انا اضغط عليهم كليك تاني، انا عايز بس اربط شوز بالمتجر ده بحيث ان انا لو حركت المتجر يبدا شوز يتحرك معاها. بعد ما اخلص هسيب زرار الكنترول واضغط كليك يمين، وهلاقي كلمه جروب، هقف عليها واضغط من هنا جروب، كده انا ربطت الاثنين ببعض. بص هنا لو حركت المتجر ادي شوز بتتحرك معاها، خلاص كده الموضوع مش صعب، كده انا بقدر احرك المتجر ومعاه كلمة شوز. بس هنا برضو في ملحوظة جميلة مهمة، اللي هي ان انا برضو اقدر اتحكم في كلمة شوز لوحدها لو عايز، لو عايز اقدر اتحكم فيها لوحدها لاي بقى سبب من الاسباب، زي ما قلت لو محتاج ان انا اعدل فيها حاجة، او المكان بتاعها اخليه مناسب، اغير لونها، اغير الفوند، اغير اي حاجة. لكن لو انا عايزها مع المتجر اهي بتتحرك عادي جدا، مش هيبقى فيها اي مشكلة، واعتقد كده الموضوع سهل، ويبقى كده الشغل على الجزء بتاع المتجر ده خلص، مش هنعمل فيه اي حاجة تاني.